أخبار اليوم. ايه أكبر كذبة كذبتها في حياتك؟ أكبر كذبة كذبتها في حياتي؟ يعني إن أنا اشتغلت سواق تاكس. غريبة أوي عشان كويس. طب ايه أكبر كذبة اتكذبت عليك؟ اللي هم قالوا لنا خدوا العربيات دي وهتريحكم في الشغل. انا ما كدبتش اصلا عليهم. ليه؟ كده اكدب عليهم ليه؟ انا اساسا ما بحبش الكذب. عمري ما كدبت. ان انا ما قدمتش في شركه عثمان احمد عثمان. لان جات لي وانا اللي قلت لهم لا. المدام مره قالت لي انا كنت عامله لك ملوخيه واكتشفت انها عامله لي بصاره. اكبر كدبه كدبتها في حياتك كانت ايه؟ غير انك بتوصف للراجل عنوان غلط. ما كدبت على نفسي. يعني زي امي دلوقتي. ايه قلت لها ان انت فين دلوقتي؟ في درس. لا كدبت كتير. انا في الثانويه العامه. انت جبت كام في الحقيقه؟ في الحقيقه ما بقولهاش احسن. بس انا اقول لماما ان انا رايحه المدرسه وما اروح الدرس وما اروحش المدرسه، لا درس. ماما ما بتشوفناش النهارده. ماما خلاص عرفت خلاص. ماما والله بحبها والله. انا والله تحيا مصر. والله النهارده 1 ابريل. كدبة ابريل. انا ما بعرفش اكدب. دي اكبر كدبة. لا ده انا بكدب بلاوي، بعيد عنك في حاجات كتير. ولازم انت برضه تكدب كدبة كده عشان تداري ما هو لازم برضه. يعني برضه حوارات الدروس والمدرسة بلاوي، هي الحاجات دي بس. يعني احنا نقول لماما رايحين درس ونيجي هنا اهو. هو انا مش بكدب كتير قوي اصلا، ما بحبش الكدب خالص، ولو كتبت يعني بس بيبقى بهزار مش بتبقى بجد. يعني كنا في الشغل في مره وكانت في 1 ابريل وقلت لهم ان حسني مبارك كان في تقريبا كان في الوقت ده زياره للسويس، واقنعت الناس انه تم اختياري. يعني مثلا بقعد اهزر مع صاحبتي واضحك عليها بحاجات وبقول لها حاجات ما حصلتش، وفي الاخر بعرفها برضو. احكي لنا حاجه كده من اللي حكيتيها لنا. يعني مره كنت متفقه معاها ان بقول لها ان احنا رايحين الدرس النهارده، بقول لها المدرس هعمل لنا امتحان وهيراجع لنا الوحده الاولى كلها، وهي بتبقى مذاكره وخايفه، ونروح هناك يشرح لنا درس جديد عادي، وهي بتبقى خايفه بس على الفاضي. في الاخر بقعد اضحك عليها. يعني كذا مره مثلا انا رايحه عند صاحبتي ولا صاحبتي هي اللي نزلت لها طنط فين شروق، اروح انا فين انا كده؟ هي ضيعتني وهي دي. المثل بيقول ايه بقى؟ دايما كده بتدخل عليها في اوقات وحشه. المثل بيقول عايز فلوس خد دروس. انا كدبت كتير قوي. كتير؟ ايه اكبر كدبه فيهم؟ ان انا اتجوزت. لا ما بحبش الكدب. لا انا ما بكدبش غير دي. اتجوزني وقلت لها ان انا متجوز. وبعدين